بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ده فيديو المراجعة بتاعة المحاضرة بتاعة الستريس والبروفيشنال بيرن اوت. زي ما قلنا احنا بس هنتكلم بطريقة مختصرة اكتر يعني عن المحاضرة وعن موضوع الستريس والبيرن اوت والمانيفستيشنز والفاكتورز بتاعتهم. تمام. اول حاجة زي ما قلنا هي من الستريس هنعرفه، واللي هو كم احساسك ان انت الريسبونسبيلتيز اللي عليك زيادة عن الامكانيات اللي انت هتقدمها في الوقت ده، وان انت كل ما بيبقى عندك امكانيات اكتر وقت اكتر وخبرة اكتر ده بيقلل الستريس اللي عليك، ولو ما عندكش يبقى كده الستريس ده بيزيد عليك اكتر واكتر. الفاكتورز افكتنج الافكت يعني الستريس عندنا ريسبونسبيلتي وزود اوثوريتي الاوثوريتي اللي بتبقى في ايدك بتبقى اقل من الريسبونسبيلتيز اللي عليك. يعني مش هتعرف ان انت تحل مشكلات معينه الا اما تطلع لصاحب البوزيشن ده. ما عندكش وقت كفايه في بوينتس معينه مش فاهمه في الموضوع، في حاجه يعني مش عندك كل المعلومات الخاصه بالموضوع، دايما بيبقى في كونفليكت في نزاع، دايما عندك اوفرلودد ان انت عليك مسؤوليات كثيره جدا. الباوندريز اللي هي الكروسنج باوندريز ان انت عليك مسؤوليات زياده عن اساسا البوزيشن بتاعك والريسبونسبيلتي فور الاكشنز اوف اذرز، ان انت بتبقى مسؤول عن افعال ناس غيرك. تمام. المانيفستيشن اوف ستريس هي المانيفستيشنز اللي امتى تبقى تحت ضغط، بتبقى تعبان جدا، بتبقى مرهق وعندك فيزيكال ايموشنال اكزهاستد يعني بتبقى مرهق جدا. بيرن اوت ده بيؤدي للانفجار، بتبقاش سعيد، حاسس ان انت محاصر، حاسس ان الموضوع ملهوش لازمه وانت نفسك ملكش لازمه، ان انت محبط وهوبليس مش عايز يعني خلاص يائس من الموضوع كله، ودايما بتبقى مرتبك. والارتباك ده زي ما قلنا اكتر حاجه بتحصل في الستريس. طيب وفي الستريس قلنا عندنا حاجتين اللي هي الدستريس والايستريس. الدستريس ده الضغط اللي بيولد الانفجار اللي بيبقى ليه نيجاتيف سايدز، لكن الايستريس ده الجود ستريس اللي بيخليك عندك موتيفيشن اكتر، موتيفيشنز اكتر يعني تخليك تتقدم خطوه لقدام زي مثلا التشالنجز او المسابقات اللي بتاخدها. البيرن اوت زي ما قلنا ده سايكولوجيكال تيرم بيقول ان انت بتهرب فجاه من كل المسؤوليات اللي عليك او بترمي فجاه كل المسؤوليات اللي عليك، وهي حاله من الارهاق النفسي والجسدي والعاطفي بسبب تعرضك لضغط زياده لفتره اكبر او لفتره كبيره، وده بيخليك محبط وزي ما قلنا بتسيب كل المسؤوليات اللي عليك وتهرب. ما بتبقاش مهتم باي حاجه، بتبقى محبط بسبب ما فيش اي محفز يخليك ان انت تستمر، مش عايز تساعد حد ومش عارف تساعد حد ومش مهتم، وحاسس ان انت ما عندكش حاجه ان انت تقدمها لحد غيرك، حاسس ان انت مرهق ما عندكش طاقه ان انت تعمل حاجه. تمام. وده ممكن يولد زي ما قلنا يؤدي الى الانتحار. الفيزيشنز لما بيقعوا في حكايه البيرن اوت دي زي ما قلنا ده بيأثر على طبعا البيشنت كير، بيأثر على البيشنت كير، ده بيعمل ميديكال ايرورز، بيعمل الستيفيكيشنز ريت بتقل، وده بتأثر على العلاقه ما بينك وبين البيشنت وهكذا. ايه الفرق ما بين الستريس والبيرن اوت؟ الستريس زي ما قلنا بيبقى انكزايتي اكتر، بيبقى فيه اوفر اكتيفيتي. تمام. اوفر اكتيفيتي ده اللي هي الايموشنز بتاعتك، لكن بعكس البيرن اوت بتبقى بلانتد، بتبقى الايموشنز بتاعتك انت مش مهتم بحاجه، مش حاسس بحاجه، محبط من كل حاجه، عايز لنفسك وسايب كل الريسبونسبيلتيز اللي عليك وهكذا. الستريس بتبقى حاسس دايما ان انت لازم تعمل كل حاجه بسرعه، كل حاجه ايرجنت، كل حاجه لازم تعملها في نفس الوقت وهكذا. ده وده بيتعبك جسديا اكتر، هو لوس انرجي. تمام. وزي ما قلنا اول حاجه اساسا يعني اول حاجه بيتاثر في الستريس بيأثر فيها هو الفيزيكال، ودي حاجه مهمه يعني ناخد بالنا من دي. والبيرن اوت عندنا الايموشنال اكتر. ماشي. بعد كده احنا قلنا ان عندنا ثلاث يعني كلاسيفيكيشن تقسم لنا الكوزس لثلاث حاجات بتاعت البيرن اوت. كوزس بيرن اوت عندنا ورك ريليتد واللايف ستايل والبيرسونال تريلز. الورك ريليتد كوزس ان احنا بيبقى دايما علينا ريسبونسبيلتي زياده، دايما مفيش ريورد يعني مفيش اثار ايجابيه ممكن تعود عليا من الموضوع ده. الاكسبكتيشن عاليه ان الناس كثيره متوقعه، انا عارف ان الناس كثيره متوقعه مني حاجه زياده. تمام. الرتابه مفيش يعني كلها روتينات وهكذا، وعدم وجود سيستم.
اللايف ستايل كوزس، اللايف ستايل كوزس ان انا دايما بشتغل كتير، ما بنامش كويس، ما باكلش كويس، ما فيش هابتس معينه ممكن اعملها، المشغوليات كتير وعندي اوفرلودد يعني، وعندي ريسبونسبيلتيز كتيره زياده عن الموضوع، ما بحب ان بحب اعمل كل حاجه بنفسي، بحبش اطلب المساعده من حد، ما فيش سوشيال سبورت، البيرسونال تريلز ان هي البرفكشنزم ده اكتر حاجه فيها، ان انا عايز كل حاجه تبقى اعلى حاجه، مفيش حاجه اقل من كده ممكن ارضى بيها، الاحباط واليأس من نفسي ومن الناس اللي حواليا والموضوع كله، الورنينج ساين زي ما قلنا عندها 3 حاجات، الفيزيكال والايموشنال والبيهيفيورال. اول حاجه الفيزيكال ساينز، ودي الحاجات اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها يعني بتحصل قبل البيرن اوت، يعني بتقول لنا ان كده فيه هيبقى احنا كده هنوصل للبيرن اوت. الفيزيكال ساين زي ما قلنا دايما مرهق، دايما تعبان جسديا، طبعا المناعه بتاعتي بتقل فبيبقى فيه امراض كتير، بيبقى فيه باك بين اللي هو ظهري بيوجعني، عندي مغص، عندي صداع دايما، مش بنام كويس او بنام كتير جدا، ما باكلش خالص او باكل كتير جدا. الايموشنال ساينز ان انا دايما حاسس بالفشل، حاسس ان انا مش واثق من نفسي، مش واثق من اللي حواليا، ايزوليتد، ان انا منعزل عن الناس اللي حواليا، مش مهتم بالريسبونسبيلتيز بتاعتي، مفيش زي ما قلنا محبط، ومفيش موتيفيشن معين يخليني اتقدم لقدام. البيهيفيرال ساينز دي ان انا زي ما قلنا ويزدرول او ويزدروينج يعني فروم الريسبونسبيلتيز، ان انا بتملص من كل المسؤوليات اللي عليا وبنعزل عن العالم، وبحس ان انا طبعا لوحدي، وان انا باخد ممكن اخد مثلا وقت زياده في تاسك هي ما تاخدش مثلا الوقت ده، ادمن حاجات معينه فود ودراجز والكحول، وممكن ان انا افرع احباطي ده على ناس تانية وعلى ناس غلط. ازاي اتعامل مع البيرن اوت؟ هي 3 ار ابريج، ريكوجنايز ريفيرس وريزيلينس. ريكوجنايز ان انا ابقى واعي بموضوع الورنينج ساين، الريفرز ان انا لو وعيت بيها، لو عرفت ان هي دي من الورنينج ساين يبقى انا كده هعرف ان انا امنع الموضوع من بدايته او من قبل ما يبدا. الريزيلينس ان انا اعمل تشارج لنفسي. البيرن اوت بريفنشن تيبس ان انا ابدا يومي بطريقه كويسه، ابدا يومي بطريقه هيلثي، ما ابداهوش بضغط، ما ابداهوش بخناق، اللي ادت هيلثي eating, exercising and sleep habits، ان انا انام كويس، اكل كويس، واعمل رياضه، اهتم بصحتي بشكل كويس، الباوندريز ان انا سيت باوندريز، ان انا ما اقول حاجه، اقول لا للحاجات المفروض ان انا ما اخدهاش واللي انا مش عايزه اخدها وان انا مش عايزه اعمل طاقه فيها، اخد وقت دايما في اليوم، وقت راحه ليا من غير اي تكنولوجيا، بعيد عن التكنولوجيا كلها، ان انا اعمل كريتيف سايد، ازود الكريتيف سايد، يبقى ليه هابتس معينه احب ان انا اعملها، و احاول اعرف ازاي ان انا امانج الاسترس ده، ازاي اتعامل معاه بعد كده، ازاي يعني الجوب ستريس ده او الورك ريليتد ستريس ده ازاي ان انا اتحكم فيه، ان انا ما اخدش مسؤوليات غير الاسره اللي في ايدي زي ما قلنا، يا اما لو في مشكله زي دي مش عارف انا احلها يبقى اروح للبوزيشن الاعلى اللي المفروض ان هو يحلها، ان انا اعرف المسمى الوظيفي بتاعي، ان انا اخد اغير الكارير مثلا لو عايز، او في امكانيه ان انا اغير الكارير، تيك تايم اوف، ان انا اخد بريك واخد الاجازات بتاعتي باي طريقه واطلع على اي مكان اهوي فيه. تمام، شكرا.